اهلا بكم في حلقة جديدة، والنهاردة مكملين في تحليل الشخصيات للفنانين في مسلسل جزيرة غمام، وهيكون معانا فنان جديد النهاردة. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا لايك. احنا هنحلل بناء عن علم الفراسة، وعلم الفراسة هو بنعرف مدلول الباطن من الظاهر، يعني احنا بنعرف الشخص ده بفكر ازاي من خلال ملامح الوجه. يلا بينا. وهيكون معانا تحليل شخصية طارق لطفي في حلقة النهاردة. طارق لطفي شخصية جميلة، شخصية هادية، شخصية عندها اتزان كده وعنده رزانة، تحس ان هو شخصية هادية قوي قوي قوي، وده اللي احنا هنقوله النهاردة في تحليل شخصيته النهاردة. وهنقول لكم برضو على سبب ان هو ما بيظهرش كتير برضو ليه في المسلسلات والكلام ده. الاول عايزين نعرف شكل وشه ايه. هنلاقي هنا اطار الوجه داخل قريب قوي من ايه، من الدلو، المكان ده من هنا كده اعرض بكتير من هنا كده، يمكن في الصورة دي اوضح، من هنا كده ومن هنا كده. طيب هو في الوقت ده برضو هنا اقول لكم برضو ان هو شخصية مصابة بالاحباط. ليه؟ لان هنا الاشخاص اللي عندهم جبهات زي كده بياخد وقت لما يفكر، لذلك ان احنا مش بنلاقيه في مسلسلات كتير علشان بيضيع منه فرص. فبيعمل ايه؟ فبياخد وقت كبير علشان ان هو ياخد قراره. طيب ياخد قراره لان الاذن هنا نازلة، الاذن هنا بياخد قراره وهو بطيء. ليه بقى؟ الجبهة دي كبيرة فالشخص ده بطيء في اتخاذ القرارات. هو بيحب التجديد وبيحب التغيير وكل حاجة وزي الفل، لان الجبهة دي برضو بيحب التجديد والمكان ده برضو بيحب التغيير. فهنا بيحب الخروجات بقى وان هو يقضي وقته كويس، برضو لان شحمة الاذن هنا كويسة فبيقضي وقت كويس جدا. ان هو ايه؟ ان هو لما يجي مثلا، يعني مثلا لما يحب يروح رحلة او يروح مصيف او الكلام ده كله، هو بيحب ان هو يكون ايه؟ يكون شخص بيعرف ياخد وقته كويس وبيبعد بعيد عن الناس بقدر المستطاع، لان هو ايه برضو عنده خصوصية شوية، لان اطار الوجه ده فهو شخصية اجتماعية لكن ما بتقدرش تخترق دماغه، يعني ما تعرفش هو بفكر في ايه. طيب نيجي بقى على الحواجب. الحواجب هنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان هو شخص غضوب وعنيف، وان هو سهل جدا ان هو يعني اتقي شر حليم اذا غضب. هو ده بقى لان احنا نقول عليه اتقي شر حليم اذا غضب. ليه بقى؟ لان الزاوية اللي في الحاجب دي، يعني الناس اللي عندها زاوية يا جماعة، لو جينا وشلنا الزاوية دي هتبص تلاقي نفسه بدأ هادي شوية، بدأ الانفعالات اللي فيه وإثارة الغضب اللي هو بيحصل له من الاخرين والمحيطين بدأت تقل معاه واحدة واحدة تدريجي. فهتلاقي هنا الزاوية دي ليها اثر كبير جدا على الشخصية. فاحنا لو لينا زاوية زي دي نشيلها ونريح دماغنا، فنبص نلاقي نفسنا ايه؟ مش بنتعصب بسرعة، مش بننفعل بسرعة، مش بندور ان احنا نبقى في المقدمة دايما، لكن ده ما بأثرش خالص على مستقبلك. ليه؟ لان هنا برضو كل حاجب ليه مميزات وكل حاجب ليه عيوب. طيب في ناس كانت عملت معايا تحليلات فكان ليها الزاوية دي، فبعدين قلت له تصرف كذا كذا كذا، امسك غضبك وتحمل شوية ومش عارف ايه. بعد تقريبا شهرين ونص بعت له الصورة بتاعته وقال انا عايز احلل وش تاني. فلما جه يحلل لقى ايه؟ لقى ان في تغييرات كتير حصلت في وشه، لكن هو طبعا مش بتاع فراسة عشان يفهم ايه اللي اتغير وايه اللي حصل. فهو مجرد ان انا بقول له كان في زاوية في الحاجب هنا راحت، انت شايلها ولا هي اللي راحت؟ فكان مندهش جدا، ازاي اتشالت؟ ايوه كان عندي، ووريته الصوره قال لي اه فعلا هي. فهنا شكل الوش بيتغير يوم بعد يوم تدريجي بدون ما انت تحس. فعمليات التجميل اللي احنا عايزين نعملها لنفسنا برضو ان احنا نقدر بالافكار نغير وشنا بالسهل جدا. هو انف كبير عايزين نصغره، حاجب عريض قوي عايزين نرفعه، الحاجات دي كلها، الشعر اللي بيبقى هنا كده نشيله، الحاجات دي كلها بتخلي الشخص يبقى اجتماعي اكتر. طيب هنا لما نيجي نقول ان هو اجتماعي ولا انطوائي اكتر، هنا المكان ده كبير والمكان ده كبير، لكنه هنا بفضل ان هو يقعد لوحده اكتر. ليه؟ لان هنا الناس اللي عندها الجبهة دي كده، مع ان من الجانب هنا ان مفيش شعر هنا طالع في الزاوية، يعني ايه؟ يعني هو اساسا كان مدلل في الطفولة، ان هو كان يطلع بقى يروح يجيب اللي هو عايزه براحته ويصرف براحته، وكان عايش عيشة مرفهة. انا معرفش عنه اي حاجة على فكرة، ومعرفش هو من طرف مين او ابن مين في التمثيل او الكلام ده كله، لكن احنا بنحلل الشخصية بتاعته على الوقت الحالي. يعني انا بحل الشخصية، ما بروحش اجيب عنها معلومات من على النت والكلام ده كله. طيب يبقى هنا كده لو هو مثلا شاف الفيديو ده ولقى التحليل ده بيطلع مظبوط معايا، فهيجي بقى يقول لك ايه؟ ايوه انا بغضب بسرعة، لان معظم الفنانين يا جماعة
اللي بيشوفوا الفيديوهات عندي في منهم بيجي يعمل تحليلات معايا، فهنا بيجوا بس ايه عايزين بقى نغير الحاجات والاطباع اللي عندنا والسمات الوحشة والسمات الحلوة والكلام ده كله. هل ان بعده عن الناس ده يقلل من ان هو ما بيعرفش يتكلم؟ لا، هو بيعرف يتكلم كويس قوي، وكمان عنده وقت بيضحك فيه وهزر فيه ومبسوط يعني، برغم ان مفيش تجاعيد كتير، لكن هو سعيد يعني، الدنيا ماشية على هواه بالظبط. طيب قلنا ان هو بيعرف يتكلم كويس، وهنا في انتفاخ في الجفن، وفي فرق بين انتفاخ في الجفن والدموع الحبسية وكبت المشاعر والحاجات دي كلها، دي كل حاجة ليها تحليل مختلف خالص. هنا كده اللي هنا كده دي مش دموع حبسية، ده الجفن اللي هنا. طبعا هو بيبتسم ده بيطلع لفوق، لكن هو ما بيبتسمش، فتلاقي الجزء ده ماشي معاه طوالي، مش ظاهر يعني. لو جينا هنا هنلاقي هنا ايه الجفن من فوق من هنا كده مش ظاهر، فده باطن الجفن نفسه هو اللي تخين، وده بيدل على ايه؟ بيدل على لباقة الشخص، ان هو بيعرف يتكلم كويس. طيب لكن هنا هو بيرفض التعامل، يعني لو جينا على الصورة دي مثلا الكبيرة دي وجينا هنا، هنا برضو لسه عنده الحدية وعنده افكار محبطة اكتر من الاول، كمان ان هنا حريص بقى، حريص بقى في ايه؟ حريص في كل حاجة، في صرف المال حريص شوية. تعال نشوف برضو الصورة دي، هنا شحمة الأذن هنا عاملة ازاي وشحمة الأذن هنا عاملة ازاي؟ هنا بارزة، يعني ايه؟ يعني هنا كان بيعرف يدور نفسه في ناحية الفلوس، بيجيبها منين يوديها فين والكلام ده كله، لكن هنا لما نيجي نبص على الوجه ده فهنا كده هنلاقي عندنا كمان ان الشخص ده بدأ ان هو بدأ يعيش اللحظة، بيصرف بقى كل اللي معاه، لكنه حريص، يعني هنا بيعيش اللحظة كويس جدا، لكن مش زي الأول. هنا لو جينا على الصورة دي برضه، استنى بقى ركز معايا في الحتة دي عشان نوضحها. هنا كده بيحب يستمتع بالحاجات اللي عنده كلها، تمام؟ أما في الصورة دي فهنا بيحب يستمتع وقت اللحظة، يعني إيه؟ يعني ممكن يشتري عربية النهاردة ويروح يبيعها تاني بكرة، مفيش عنده أي مشكلة نهائيًا. ليه؟ لأن هو عايز يعيش اللحظة، اللي هو مثلًا أنا اشتريت عربية جديدة وبعتها النهاردة ورحت جبت واحدة تانية وبعتها، فهو ده بيعيش اللحظة. ونلاقي الناس اللي عندهم شحمة أذن ملتصقة وطالعة طوالي من غير شحمة، دول بيبقوا أكتر من كده بكتير في التفاعل، إن هو يغير حاجات ويجيب حاجات، وإن هو يصرف الفلوس اللي معاه كلها ومش مهتم خالص، ودايمًا هو مرتبط بأسرته، دايمًا إن هو قاعد مع العيلة، دايما ان هو سايب مشاكله وسايب الدنيا كلها للاخرين هي تحلها له ومريح دماغه، تمام كده؟ نيجي بقى على العيون هنا، العيون هنا شخصية بتهتم بالتحليل، تحليل الموقف، لان الجفن ده احنا قلنا عليه ان هو ايه؟ شخص بيهتم بالتحاليل، فبيهتم بتحليل الموقف الموجود، مثلا ايه؟ فلان ده هنا ليه؟ فلان ده جاب دي، طب جاب دي ليه؟ طب ليه ما جابش دي؟ برضو هو بيقعد يحلل الحاجات دي في افكاره، لان الناس هنا عندها جبهة كبيرة وعندها الجفن التحليلي، فالناس دي دايما بتسأل لنفسها، تسأل الاخرين؟ لا، تسأل نفسها، دايما سؤالها موجه لنفسها، وبتعرف تجاوب عليه؟ طبعا بتعرف تجاوب عليه. ليه؟ لان عنده معلومات كتير قوي، وعندهم احترافية كمان، يعني لما نيجي نلاقي غوران هنا كده، فالشخص عنده احترافية في ان هو يقدر يحلل في ثانية، يعني ممكن يشتغل بتاع فرصة الصبح، ممكن، ويتعلمها في اقل من 6 شهور ويبقى محترف. فهنا ايه قدراته؟ قدرات الوش هنا بتدينا الحاجات اللي احنا مش عارفينها عن نفسنا. طيب هنا كده لما نيجي نتكلم عليه ونقول له مثلا ايه الشغلانة اللي هو ممكن يشتغلها، لان هنا شخصية عملية وعنده جبهة كبيرة، فهنا يبقى عملية بشكل ذهني مع شكل بدني، اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا ممكن يشتغل بقى في حاجة بتهتم بالتفكير العقلي والذهني مع المجهود البدني، الاتنين يمشوا مع بعض، ان هو عايز يتحرك كتير. فالناس دي يعني هتيجي تبص تلاقي عندهم ما بيحبوش يقعدوا في مكان واحد كتير، بيحب يتنقل من هنا لهنا. لو جالك ضيوف عندك في البيت ولقيت الجبهة دي كبيرة ولقيت المكان بتاع الفك ده كبير، فهتلاقي الشخص ده تلقائيا كل ساعة ولا حاجة يسيبك ويطلع بره ويدخل. ممكن يقول لك ايه؟ لا ده انا بس ايه بحرك رجلي، بمشي رجلي، فهم ما بيحبوش الايه القعدة بشكل مستمر. اما لو المكان ده قصير شوية عن ده، يعني لو الدقن مش اخرها هنا واخرها هنا، فتلاقيه دايما يحب ايه؟ يحب ان هو يقعد اكتر، ممكن يقفل الباب على نفسه يقعد باليوم واليومين والتلاتة والاربعة جوه عادي جدا. هو ممكن يقعد بقى في البيت عنده يوم واثنين وثلاثة واربعة عادي جدا، ما يتحركش من البيت برضو عادي، لكن ايه؟ لكن هو كل ساعة ولا حاجة بينزل بقى يطلع من على الكرسي يروح مثلا حد اخر الشقة ويرجع بدون اي سبب، الناس دي تفكيرها كده. وده كان جزء بسيط جدا من تحليل شخصية
طارق لطفي. اكتبوا لنا بقى في التعليقات مين اللي هيبقى معانا في الحلقة الجاية من أبطال مسلسل جزيرة غمام. ودي كانت حقيقتنا، يا رب تكون عجبتكم، واللي وصل معانا النهاية وما عملش لايك يعمل لنا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. سلام.